بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم شابتر نتكلم عن structure and inheritance of Metallic and Ionic Salts. The solid state both Metallic and Ionic compounds possess ordinary, يعني إذا كان في المركبات أيونية أو فلزية راح تترتب على شكل صفوف أو طبقات من الذرات أو الأيونات بعض البعض وتشكل ما يسمى الشكل البلوري lattice structure. في فروق بسيطة ما بينهم إنه in metal the bonding is covalent so الإلكترون راح يصير لها delocalization. delocalization يعني في نهاية المطاف راح تكون الكريستال الإلكترونات تسبح فيها بما يعطيها ميزة لإيصالية عالية التيار الكهربائي وهذه صفة مميزة للفلزات electrical conductivity. بينما الأيونيك bonding هي عبارة عن electrostatic interaction وليس covalent وبالتالي هذا التجاذب التهرس يكون ما بين أيون موجب وأيون سالب وبالتالي نصف الأيونيك بوندينج عبارة عن إنسوليتر يعني عوازل في حال مين في حال السوليد ستيت. يعني الأيونيك كومباوند ما تكون موصل تيار كهربائي إلا إذا كان في سوليوشن لكن إذا كان في سوليد ستيت راح تكون عوازل. باكينج أوف سفيرز يعني ترتيب الكرات وهنا هذا الترتيب راح يصف مثل لاتس راح يصف الشكل البلوري للفلز عندنا عدة أنواع أو نوعين رئيسيين كلوز باكينج هيكساجونال كلوز باكينج أوف سفير results in most efficient use of space available 75% of space is occupied by the spheres يعني أكثر من 74% من هذا كلوز باكينج أكثر من 74% من الفراغات راح تكون معباة بالكرات زي ما احنا شايفين عبارة عن هذا الصف فالصف تحت متداخل معه بحيث نقلل من الفراغات اللي لونها أبيض هذه قدر المستطاع وهذا هو الكلوز باري أوف سفير هذه طبقة واحدة من كريستال اللي فلز نفس هذا الشكل احنا خذناه هون بس عشان نشوف ليش سماه هيكساجونال لأنه عندي أشكال سداسية هذا اللي باللون الأحمر شكل سداسي أشكال سداسية راح تتكون داخل هذه الطبقة part of one لا يعرف كلوز هذا الجزء هو عبارة عن جزء من الكلوز باكينج أرينجمنت أو هكساجونال في كل سايز فيه تكون فيه هكساجونال لأن هذا الترتيب الآخر للسفيرز للباكينج سفيرز أو السكوير أري أو سفير السكوير أري يعني عبارة عن هذا الصف تحت الصف مباشرة وبالتالي لاحظ الفراغات ما بين هذا الشكل ما بين هذا الشكل لذلك هذا يسمونه كلوز باكينج يعني قلل من الفراغات قدر المستطاع لكن هو سميناه سكوير سفير وهذا عبارة عن part of layer of non-closed backing إذا عندي closed backing وعندي non-closed backing closed backing راح يعطينا hexagonal structure و non-closed backing راح يعطينا square structure نبدأ بـ closed back back lattice in 3 dimension هاي الطبقة الأولى من closed backing يعني فراغات مقللة لأن بنرتب طبقة فوقها بهذا الشكل أحط كرة هون عشان سكرار الفراغ اللي هون الكرة هون الكرة هون إلى آخره هاي الطبقة الصفراء هي الطبقة الثانية الطبقة الثانية ينتج عن هذا الترتيب نوعين من الهولز الهول الأولى هون لو إحنا جينا هون الهول الأولى هاي عبارة عن أوكتاهيدرال هول والهول الثانية عبارة عن تتراهيدرال هول سوري يعني هذا الهول هي مرة ثانية هاي الهولز هذه عبارة عن شفت 1 2 3 4 5 6 يسميها هذه اكتهيد الهولز الآن الطبقة الثانية هاي الطبقة الأولى اللي لونها أحمر الطبقة الثانية اللي لونها أصفر بنحط طبقة ثالثة فوق هذا حيكون بطريقتين إما أسكر الفراغات اللي لونها أبيض هاي اللي هي الهكسا الأكتهيدرال هولز أو التتراهيدرال إذا سكرنا الأكتهيدرال هولز راح يظل معي التتراهيدرال هول هذا شو ماله موجود وإذا سكرنا هذا طبعا كرة حمراء إذا حطينا نسكره معناته إنه نجيب كرة أو طبقة حمراء بنحطها فوق الطبقة لذلك هذا النوع يسمى ABC لاحظ الطبقة اللي لونها أحمر تختلف عن ترتيب الطبقة اللي لونها أصفر تختلف عن ترتيب الطبقة اللي لونها أزرق بينما هذا الترتيب راح يكون AB يعني
لاحظ هذا اي هذا بي، ارجع اي مره ثانيه منطبق على اي اللي تحت، وبالتالي هذا احنا طبعا جزء فقط عشان نوضح كيف بيصير 3 دايمنشن هذا الكلوز باكينج لاتس. هذا ترتيب اخر ايضا هيكساجونال كلوز باكينج، احنا هيكساجونال 1 2 3 4 5 6 هذا الشكل الثلاثي، في طبقه فوق وفي طبقه تحت. الطبقه اللي فوق كراتها يعني منطبقه كليبس مع الطبقه اللي تحت زي الكرة الصفراء هاي بنسميه ABB، لكن إذا مختلفة يعني هاي للداخل وهاي للخارج فهذا هو نفسه ABC اللي هكذا هاي قبل شوية. والكوردينيشن نمبر لكل ملتي هنا لكل ذرة أسف هي عبارة عن 12، كوردينيشن نمبر يعني 12 رابطة حول الذرة المركزية. هذا هو الكلوز باكينج. ننتقل الآن إلى نون كلوز باكينج وننتج عنه كيوبيك لاتس، وهو عبارة عن سفير الفراغات في يعني كثيرة أو تعبئة المكان راح تكون أقل من 74%، راح ينتج عنها فراغات كثيرة. الكيوبيك لاتس has two types simple و body center cubic. الكيوبيك لاتس ناتجة عن النون كلوز باكينج ينتج عنها simple cubic array، ينتج عنها body center cubic array. هذا هو السيمبل كرة 2 3 4 5 كرات كبير جدا موجودها، وهذا يسمى واليونت سيل لهذا النوع اللي هو سمبل كيوبيك هو عبارة عن سمبل كيوبيك لاتس. كورديشن نمبر هنا فور ايتش سفير ايكوال 6. اما هون لاحظوا عبارة عن طبق مربع فوق مربع تحت وفي ذرة واحدة في الوسط، لذلك سماها بادي سنتر كيوبيك وينتج عنها اليونت سيل هو بادي سنتر كيوبيك. لاتس كورديشن نمبر هون 8، لاحظوا هنا 4 1 مرتبط مع هاي مرتبط مع هاي مرتبط مع واحدة لبرا واحدة تحت، وبالتالي هنا واحدة تحت لفوق ستة مجموعين. لكن هون لاحظوا هذه الكرة أو هذه الذرة ترتبط بأربعة فوق أربعة تحت، لذلك كورديشن نمبر هون راح يكون 8. ما معنى يونت سيل؟ مر علينا مصطلح يونت سيل. يونت سيل عبارة عن smallest repeating unit of solid state lattice أو smallest repeating unit structure which carries all information necessary to construct clearly infinite. يعني زي الطوبة الواحدة في الجدار تحمل صفات كل طوب أو الصفة الوراثية المعينة تحمل الصفات الوراثية لكل هذا الجسم. هذا في الأحياء The unit cell of hexagonal closed backing lattice is called body center cubic. هذا الهكساغونال بشكل ثلاثي فوق 1 2 3 4 5 6 هذه الكرة اللي في النص جاية هذا يسموه body center cubic. The unit cell of cubic closed backing is face center cubic. لاحظوا هذا cubic هذا hexagonal. إذا the unit cell في hexagonal اسمها body center cubic و بالنسبة للcubic closed back ذاك النون closed back هذا closed backing هي عبارة عن face. لاحظوا عندي 1 2 3 4 في هذا الوجه في عندي ذرة في الوسط سميت face center cubic FCC أو تكون أوضح في هذا الحالة. طبعا بولان ستيك شكل وهذا عبارة عن سبيسيفيك. هاي زي جربوا عليها الواحد كود وشتين. ننتقل الى الريشيو الراديوس ريشيو كورديشن نمبر بروبورشنال تو سايز اوف ذا هول. يعني الكورديشن نمبر اللي هو عدد الروابط حول الذرة الواحدة يتناسب مع حجم الهول. ففي عندي راديوس ريشيو سيريز مهم جدا لي ار بلس على ار ماينس راح يعطينا أرقام من 0.155 إلى أكثر من 0.732. إذا كان الـ R بلس على R ماينس طلع معي من الرقم 0.155 to 0.225 هذا راح يكون maximum correlation number possible راح يكون 3 والشكل بناء عليه 3. إذا طلع من هذا الرقم إلى 0.414 راح يكون correlation number 4 وفي الشكل تتغيرال 6 وفي 8 فيه. خلينا نشوف. طبعا هذا يعني هذه قاعدة راح تجمع من الأمثلة. إذا كان عندي ملح mx equation number of m and x must be equal but in salts fall the mx2 equation number of x must be half of the m. يعني مثلا عندي ca cl2 مثلا ca راح تأخذ الرقم 10 مثلا cl2 راح تأخذ كل cl راح تأخذ 5. مثال S4O2 النسبة 1
إلى 2، واحد أكسجين إلى 2 كبريت، أو 2 إلى 4. R بلس 1 83 متر، و R ماينس، شو معنى R بلس؟ يعني شحنة الـ S بلس، والـ R ماينس الأيون الماينس اللي هو الأكسجين 120 متر. هذا مثال آخر، خلينا نشوف هنا R بلس 83 R ماينس 120 تقسيم 66، 66 تقع في هذا المكان، وبالتالي هما أوكتهيدرا، أوكتهيدرا راح تكون للذرة الأقل، هي الذرة الأقل إن هي الأكسجين، بالتالي أقول فورديشن نمبر 6 اللي هو أوكتهيدرا فور أكسجين، والذرات اللي هي عددها كثير اللي هي الكبريت، هنا ناخذ نص الستة اللي هي 3، وبالتالي هي تريدمنت 3. في CSF R بلس على R ماينس تطلع 1.2، بالتالي أكبر من 7، إذا هي 8 كورديشن نمبر، ويكون كيوبيك، كيوبيك هنا بما أن الريشيو 1 إلى 1 كيوبيك 4 تيار. هذا هنا مثال آخر، سيزيوم كلورايد يعني راديوس أوف سيزيوم كذا و Cl كذا، وات وود بي ذا بريدكت كورديشن نمبر؟ هنا 94 بس بريدكت 8 فولد كيوبيك 4 بوث أيضا، يعني CSCL صيغة هذا الملح. مثال آخر CF2، رح نحسب R بلس R ماينس، رح يكون معي كيوبيك 4 الأقل اللي هو الكالسيوم، ونص الكيوبيك اللي كثر هي زال 4. أعتقد 5 وفي أيونيك لاتس، عندي 6 أنواع أو 7 أنواع رئيسية، هي الـ NaCl lattice when pure is colorless or white. Rule in solve the formula mx the correlation number m equal x. لاحظوا هنا لو تتبعتوا كويس الكرة الزرقاء هي هتلاقيها 6 1 2 3 4 هذا 5 هذا 6. الكورديشن نمبر راح يكون كم؟ راح يكون 6 هذا الشكل فورم 6 سبيس فين حكينا قبل مره. اي اتش ان اي عندي الكورديشن نمبر 6، وبالتالي تست ابير عند لارجر سي ال ايون اللي بدأ الكرة الحائية اللي هي عبارة عن كلور، حاط كذا هون كلور، هذه نقطة، هذه صور جبناها من النت. ار سي ال 180 دفعت عن اف سي سي فيس كيبك سنتر arrangement with any R 102 بذا مجرى تباين إذا أخذت هيدر الخرس. طبعا هاي أمثلة ليست لحدود التطبيق على هذا اللاتس، وبالتالي أمثلة يا ريت لو نأخذ هاي الأمثلة ونطبق ونشوف هل فعلا تطلع الكوريجن نمبر 6 يكون كلهم ولا لا. سيزيوم كلورايد لاتس كوريجن نمبر 8 فور بول، حكينا هيدا شوي، وهاي أمثلة عليها. هاي لاحظ الكرة هاي عبارة عن خط 2 3 4 5 6 7 8 روابط، وبالتالي كوريشن نمبر 8. نوع آخر شيء CF2 اللي هي فلورايد لاتس، وهذا أيضا من نوع NX2 نسبة 1 إلى 2 كوريشن نمبر الكالسيوم 2 والF4 حكينا قبل شوي، وهذه أمثلة عليها، وهذا هو الشكل تاع CF2. وقس على ذلك الزنك بلند لاتس الجزيرة الأس، هذا طبعا الشيء رح نستفيد منه بعد شوي، رح نشوف شو بدنا بهاي الأنواع. هو عبارة عن دايمون تايد نتورك كوريشن نمبر 4 3 4 بوت، يعني نسبة 1 إلى 1، وهذه مجموعة من الأمثلة عليها، وإذا سخناها راح يعطينا هيدنا الفير زايد السكند بالهيدرا أوف الجزيرة الأس هيكساجونال سيمتري إيت زنك أند سلفر سنتر إز تريهيدرا ليسايس، وهذا الشكل تبعه تيتانيوم او الركايد تيتانيوم اوكسايد ستراكشر كونجن نمبر 6 فور تيتانيوم اند 3 فور اكسجين، وهي امثل عليها اكاديميين اللي تجيبوا عنها. نتوقف هون، نكمل في المعادله ان شاء الله.